بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة النافعة، أدب المعلمين أو آداب المعلمين والمتعلمين، للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا، ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. نعم، هذه جملة من الوصايا العظيمة للمتعلم تجاه شيخه ومن يتلقى عنه العلم، فمنها ألا يخرج عن إشارته وإرشاده، ولا سيما إذا كان في مرحلة التحصيل، فإن خبرة الشيخ وعلمه وطول الزمان الذي أمضاه في العلم والتعليم، هذه أمور معتبرة، ولهذا لا يخرج عن إرشاده. قد يكون يظهر للطالب في أول الطريق أن الطريقة الأخرى غير التي أرشده إليها شيخه، أو الأمر الآخر أو الكتاب الآخر غير الذي أرشده إليه شيخ أفضل، ثم لا يعمل بإشارة شيخه فلا تتحقق الفائدة المرجوة، بينما إذا كان مستفيدا منه، آخذا بإشارته، منتفعا بتهوجيه، فهذا أحرى بإذن الله سبحانه وتعالى في تحقق الفائدة. الأمر الآخر أن الجلوس بين يديه يكون جلوسا فيه الأدب والاحترام لمجلس العلم، والأمر الآخر أن يظهر غاية حاجته إلى علمه، وهذا مما ينشط الشيخ ويفيد الطالب، أن يظهر حاجته إلى علمه، لأن عدم إظهار ذلك أو إظهار خلافه أنها مسألة معروفة أو سبقا سمعتها قرأتها في الكتاب الفلاني، هذا يضعف النشاط في إفادة الطالب. فإذا ذكر له الشيخ فائدة ثمينة ما يقول أنا أعرفها، أو يقول سبقا قرأتها أو نحو ذلك، وإنما يظهر حاجته واستفادته منه، فهذا أيضا له أثره في التعليم والانتفاع. ويدعو له حاضرا وغائبا، حاضرا أي بمسمع الشيخ، فإن سأله يقول مثلا: ما حكم كذا؟ عفى الله عنك، غفر الله لك، جزاك الله خيرا، أو نحو ذلك. وغائبا أيضا يدعو له بظهر الغيب، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ويقال أيضا لك مثل. وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، ليس من أدب التلقي إذا ذكر له فائدة أن يظهر له أنه عارف بها أو سبق أن اطلع عليها، بل عليه أن يسمعها منه سماع من يسمعها لأول مرة،
وهذا يقول فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ يعني بعضهم فيما لا يعرف يقول هذه معروفة ونحن نعرفها، وهو أصلا لم يسمعها إلا هذه المرة لكن يتظاهر، فهذا مصيبة أعظم. ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. انظر يعني هذا التوجيه من الشيخ رحمه الله حتى في الأمور الدنيوية، لو جاءك صاحب لك وذكر لك خبرا جميلا، خبرا سارا، وأنت على علم بهذا الخبر، ليس من المستحسن أن تقول أعرفه وعندي خبر، بل استمع إليه كأنك تسمع به لأول مرة. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يطبق هذا المسلك تطبيقا عجيبا في حياته. يخبرني ابنه يقول كنت أخرج مع الوالد من المسجد فيلقانا رجل، ثم يذكر للوالد خبر، فيقف والدي ويستمع إليه ثم يشكره، فإذا انتهى وودع الوالد يأتي آخر بالخبر نفسه ينقله للوالد، يقول فيستمع إليه كأنه لم يسمعه ويشكره عليه. هذه سعة في الخلق ما هي، ليست سهلة. ابنه نفسه يقول، يعني يقول مداعبا، يقول أنا عندما يأتي الآخر يذكر الخبر يقول أفرك يدي، ودي أقول لها الوالد سمع الخبر ما يحتاج تقوله لنا. وكان هكذا دأبه. وذكر رحمه الله أن هذه الطريقة سواء في العلوم الشرعية أو في الأمور الدنيوية عموما، يذكر لك إنسان فائدة جميلة في البناء، في الشراء، في البيع، في كذا، ليس من المناسب إذا أخبرك تقول نعم أنا أعرفها قبل 20 سنة، الآن أنت جاي تعرفها وجاي تقول أنك فاهم وعارف، وينك أنت نايم؟ حنا نعرفها من زمان، تسوي نفسك فاهم علينا وأنك عارف، وأن هذه الطريقة ما هي جيدة وليست من الخلق. الخلق أن تسمع وتشكر، هذا الخلق، تسمع وتشكر، جزاك الله خير أفدتنا، والله جزاك الله خير فائدة ثمينة، ولو كنت تعرفها ما يضرك، لكن هذا فيه فوائد استمع إليها. يقول يذكرها الشيخ ابن سعدي فوائد لهذه الطريقة: الأولى تنشيط المحدث، هذا الذي تقول له وينك نايم من 20 سنة، أنت يجي يعطيك خبر مرة ثانية أو فائدة خلاص تنهي كل شيء أنت بهذه الطريقة ولا ينشط أصلا. الأمر الثاني إدخال السرور عليه، يأتي فرحي بيذكر لك فائدة طيبة سواء دينية أو دنيوية، فإذا شكرته وأفدتنا جزاك الله خير أحسنت إلينا يدخل عليه السرور ويفرح. ودخول السرور على أخيك المسلم هذا أيضا مما تؤجر عليه. الأمر الثالث يقول سلامتك من العجب بنفسك، إذا صرت في مع الأخبار أو مع الأشياء والفوائد هذا معروف هذا كذا وأنا أعرف، وأنا قد تصاب بالعجب، والعجب مشكلته مشكلة. الأمر الرابع يقول سلامتك من سوء الأدب في التعامل مع الإخوان والأحبة والرفقاء. لأن منازعة المحدث حديثا من سوء الأدب، من سوء الأدب، منازعة المحدث حديثا من سوء الأدب. أحيانا يعني يتحدث شخص مثلا عالم أو حتى غير، يعني في فائدة دنيوية، فأحد الحاضرين يكمل، هو يتحدث يكمل الكلام
ومقصوده بإكمال الكلام ما هو؟ ها؟ مقصوده إما أن يظهر للمتحدث أو للحاضرين أن أعرف أنا، ما هو وحده فقط الذي يعرفها. فمنازعة المحدث حديثة من سوء الأدب، ما دام أنه بدأ بالحديث وتكلم في الموضوع يبقى له وتبقى الفائدة له ويشكر عليها ولا ينازع في حديثه. يعني انظر أدب السلف في هذا الباب. عطاء رحمه الله يقول: إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد، ولقد سمعته قبل أن يولد، لكن يقول أستمع له كأني لم أسمعه. هذا أدب ما يستطيع كل واحد. أكثر الناس يستطيع أنه يقول هذا قبل لا تولدك أمك، كذا يقولها، هذا قبل لا تولدك أمك، كذا ينطقها بقوة. أنا عارفه جاي أنك الحين تعطينا هذا الخبر. فلكن هذه الطريقة ما كل أحد يستطيعها، ما أحد يستطيعها إلا اللي الله أعطاه سعة في الصدر والخلق. نعم. وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب. فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده، وكما أن هذا لازم على المتعلم. نعم، نبقى في الأولى هذه. يقول إذا أخطأ المعلم، المعلم ليس معصوم، عرضة للخطأ. قد يقول مثلا كلمة من سبق اللسان، كثير هذا يحصل، قد يكون كلمة سبق اللسان، قد يفوت مثلا حرف أو نفي فيذكر الكلمة على سبيل الإثبات وسبق لسانه فسقط حرف النفي مثلا، أو نحو ذلك. قد يخطي، قد يعني تغلق عليه المسألة، هو عرضة للخطأ مثل غيره، كل بني آدم خطأ وليسوا بمعصومين من الخطأ. لكن إن أخطأ العالم وتبين طالبه أنه أخطأ، فما الطريقة المناسبة لمعالجة الخطأ؟ يقول إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ما يأتي مثلا في نفس المكان يقاطعه ويرفع صوته وهذا خطأ وأنت قلت كذا، وهذا يسبب إزعاج يفقد تصور المسألة وينزعج الإنسان، حتى الحاضرين يسبب لهم إزعاجا يغلق عليهم ضبط العلم، لأن العلم أنات ورفق وهدوء وطمأنينة، ليس خصومة ولجج وأصوات. ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، ما يخاطب بهذا الأسلوب، ما يقول هذا خطأ هذا ليس بصواب، لا يقول هذا، لكن يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، من دون أن يتشوش قلبه، يختار أسلوبا رفيقا يليق بمكانته وفضله واحترامه، فلا يجابهه في المجلس بالخطأ. قد يقول القائل الخطأ سمعه الحاضرون، وأنا أريد أن في المجلس أقول حتى ما يحصل، العالم يبين لهم بنفسه، إذا تبينت له برفق سيأتي في الدرس القادم ويقول المسألة الفلانية، وهذا كثير يحصل، المسألة الفلانية قلت كذا والصواب خلاف ذلك، ويبين لهم الصواب ويحصل المقصود. فلا يأتي بعبارة
بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأ من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب. فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده، لأن إزعاج القلب بالطريقة الغير لائقة تفقد المجلس من العالم ومن يستمعون، تفقدهم الفائدة، بخلاف الرفق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. فاللائق أن يقابله مثلا بعد الدرس ويتلطف به: جزاك الله خير، استفدنا، والله فوائد ثمينة، الله يجعلها ميزان حسناتك، ذكرت في الدرس المسألة الفلانية، لكن لو قيل لي كذا بماذا أجيب؟ ويدخل الملاحظة التي سينتبه الشيخ، ربما يقول: عجيب، أنا قلت كذا، لا خطأ هذا، جزاك الله خير، أنا إن شاء الله أنبه الطلاب. وهكذا هذا يحصل كثيرا، بخلاف إذا جاء بطريقة يعني فيها رعونة وفيها شدة. هنا أنقل لكم يعني قصة تفيد بإذن الله في هذا الباب، مفيدة جدا، ذكرها ابن العربي في كتابة أحكام القرآن، كتابة التفسير. يقول: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، أكثر من مرة، يقول: وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس وهو يدرس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه، في أول مجلس جلست إليه، كان مما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، ثلاث أمور نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها حصلت منه: طلق وظاهر وآلى. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، كان معه بعض الجماعة من لعلهم من طلابه، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، شخص جديد أول مرة يراه مع الحضور. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، أعطوا فرصة، عنده ربما كلام خاص، أو لأنه جالس فترة ولا تكلم. قال: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، لعله يقصد يعني متبركا طالبا البركة بسماع العلم، وإن كان يقصد معنى آخر فيكون غير صحيح، متبركا بك، وسمعتك تقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت. أتأولا بماذا؟ بالأشياء التي هي صواب. وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، الله بهذا وصفه، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل بهذا الأسلوب والطريقة والصبر والتأني؟ قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. هل انتهت القصة عند هذا الحد من أثر الطريقة الجميلة؟
يقول ثم انتقلت عنه، ذهبت وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، بكرت إلى مجلسي في اليوم الثاني، فألفيت قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، ناداني بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، فقال أفسحوا لمعلمي، يقول للطلاب أفسحوا لمعلمي، فتطاولت الأعناق لي، ينظرون معلم شيخهم يعني ربما يظنون من سنوات كان يتعلم عليه ويتلقى عنه، وحدقت الأبصار نحوي، قال وتعرفني، وقال وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، قال وتعرفني يا أبا بكر، يعني في الحياء الذي أنا عليه، وتعرفني يا أبا بكر، يعني أبا بكر بن العربي، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه، هذا الشخص عنده حياء يعني كبير، فكيف عاد بالموقف الآن الذي حصل له الآن، مرحبا بمعلم والطلاب كلهم ينظرون إليه، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجلندار أو جلنار، قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، يرحبون به وفرحين به حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة أنا، لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عراقا، وأقبل الشيخ على الخلق على الطلاب في المجلس، فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فأتبعني أو اتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، ذكر له طريقته وماذا فعل هذا، وأنا تائب، يقول هذا الشيخ، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل بالدعاء، يكثر من الدعاء والخلق يؤمنون. يقول ابن العربي معلقا فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رئاسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا، يعني بالطريقة والأسلوب اللطيف والتأني والرفق في التنبيه على الخطأ. نعم. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. يقول أيضا من جهة المعلم، المعلم أيضا ينبغي أن يكون رجاعا للحق، لا يحمله خطأ في مسألة نبه عليها أن يكابر وأن يصر على الخطأ، بل يحمد الله عز وجل أن يسر له من طلابه حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان لأول مرة يحضر عنده، يروض نفسه على قبول الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه،
فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ والباطل. قال: فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. فكما أنه واجب على المتعلم أن ينبه على الخطأ إذا وقف على خطأ برفق ولطف، فأيضا على المعلم أن يكون رجاعا للحق قابلا له ممن قاله صغيرا كان أو كبيرا. نعم. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبه على خطئه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله ثم إلى شكر من أجرى الله الهدى على يديه متعلما أو غيره. انظر هذا الإنصاف وهذا الكلام المتين الذي هو يعني نابع إن شاء الله من صدق وإخلاص ونصح. يقول: من نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه. هذه من النعم العظيمة أن يجد من تلاميذه من ينبه، لكن إذا لم يوجد من تلاميذه من ينبهه وقال قولا خطأ وطلابه كلهم كتبوه عنه ثم أصبحوا فيما بعد ينقلونه، فهذه مشكلة كبيرة. لكن إن أنعم الله عليه بأن أحد طلابه النجبة نبه على الخطأ وأزيل الخطأ ووضع مكان الصواب حصل الخير وزال الخطأ بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول: من نعم الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه ويرشده إلى الصواب ويزول استمراره على جهله، لأنه لو ما نبهه ربما يعيده مرة وثانية وثالثة ورابعة، فإذا نبه وعرف لن يعيده وينتهي لا يستمر الخطأ. فهذا يقول يحتاج إلى شكر الله على هذه النعمة ثم إلى شكر من أجرى الله الهدى على يديه متعلما أو غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم. ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه: الله ورسوله أعلم. وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلاً على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك دليلاً للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. هذه مسألة عظيمة وجليلة ينبه عليها رحمة الله عليه، وهي أن ما لا يعلمه من مسائل العلم لا يتكلم فيه، وإذا سئل عن شيء لا يعلم جوابه فليبادر إلى قول الله أعلم أو لا أدري. وإذا لم تكن لا أدري على لسانه قريبة من لسانه، إذا كان يتثاقل أن ينطق بهذه الكلمة فمصيبته عظيمة جدا. ولهذا قال السلف قديما: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. المصيبة عظيمة إذا أخطأ كلمة لا أدري. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الكلمة على لسانه ولا يستنكف أو يستكبر أو يجد غضاضة
أن يقولها، بل عليه أن يبادر، أن يبادر إلى أن يقول لا أدري. هذا من أعظم ما يجب على المعلمين، أن يقولوا لما لا يعلمون الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد أقدارهم، يرتفع قدره وتعرف مكانته ويعرف تثبته. وسيذكر الشيخ رحمة الله عليه فوائد كثيرة جدا لكون هذه الكلمة على لسان على لسان العالم. من الآثار المروية عن السلف في هذا الباب، ابن عمر يقول العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، يعني المسألة التي لا يكون عندك فيها دليل من القرآن أو من السنة توقف عن الخوض فيها وقل لا أدري، حتى لا يكون من المرء خوض في الله أو في دين الله أو في كتاب الله أو في شرع الله بلا علم. وهذا من أعظم المحرمات. سئل أيوب السختياني عن مسألة فقال لا أدري، فقال له السائل دلني على من يدري، قال السائل دلني على من يدري، فقال لا أدري ولا أدري من يدري، لا أدري ولا أدري من يدري. وهذا أيضا من الورع، يعني لا ينبغي أن يسمي له عالما إلا إذا كان مطمئنا إلى إتقانه وضبطه للمسألة التي يحيله عليه فيها. قال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد بن حنبل سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري، وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتية منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول، وقال عبد الرحمن المهدي: سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال مالك بن أنس لا أدري، فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري، يعني وأنت من أنت في العلم تقول لا أدري؟ قال نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. وعبد الله بن أحمد يقول: أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري. والنقول عن أهل العلم في هذا كثيرة جدا. والشيخ رحمه الله أخذ يعدد فوائد في توقف العالم عما لا يعلم، وقوله لا أدري أو الله أعلم، يقول هذه فيها فوائد كثيرة انتبه لها فهي مفيدة ونافعة جدا. الأولى أن هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب، أن هذا دين، والدين لا بد أن يكون الكلام فيه عن دراية وعلم، فإذا لم يكن عنده دراية ولا علم فليبادر إلى هذه الكلمة، هذا هو الواجب عليه. الأمر الثاني أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته هو للمسألة أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. إذا سئل وقال لا أدري ربما ينشط هو ويذهب ويراجع هذه المسألة، وربما بعض طلابه، وهذا يحصل كثيرا، يذهب ويبحث ويراجع ثم يأتي إلى شيخه ويقول الشيخ سئلت عن كذا ورجعت إلى كذا ووقفت على كذا ونقل فلان كذا، حتى تنجلي للعالم. فأفاده قوله لا أدري أن نشط هو في البحث أو ماذا، أو نشط بعض طلابه. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، إذا كان طلابه يسمعون منه لا أدري
فيحدث هذا عندهم طمأنينة في المسائل التي يجزم بها، لأنه لو لم يكن يجزم بها لسارع إلى كلمة لا أدري التي اعتادوها منه. كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعي للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. من كان يعرفونه وأنه يبادر إلى الجواب حتى فيما لا يعرف، إن أجاب يوما بجواب دقيق الناس ترتاب منه ولا تطمئن إليه، لأنه يعرفونه متسرع ومتعجل في الفتوى. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم، طلابه يتربون على هذا الأدب الرفيع، كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. الطالب إذا كان ملازما لشيخ ويسمع هذا الشيخ كثيرا يقول لا أدري، فيما بعد إذا ابتلي بالتصدر وسماع أسئلة الناس إلى آخره تكون كلمة لا أدري هينة على لسانه. لماذا؟ لأن كثرة سماعه لها من شيخه وهو أعلم منه يبادر لهذه الكلمة أعطته رياضة لنفسه أن يسارع إلى هذه الكلمة ويبادر إليها. هناك أمر يعين على هذا المطلوب في الطلب، يعني ينصح الشيخ العالم مع طلابه أن يعمله بينهم حتى يعينهم على لا أدري فيما على لا أدري فيما لا يدرون أو لا أعلم فيما لا يعلمون. نعم. ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق وأتباعه وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. نعم، هذا يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وهذا ليس لكل المتعلمين وإنما للمتقدمين من الطلاب كما سبق الإشارة إلى ذلك. فالمتقدمين من الطلاب يمكن أن يوجد بينهم مناظرة علمية قائمة على الأدب والإنصاف والاحتجاج للمسألة، فهذه تروض الطالب على أن القول الذي ينصره إن تبين بالدليل أنه خطأ أن يرجع أمام الطلاب في مجلس المناظرة والتدريب، فهذا يعطي رياضة للنفس على الاحتجاج وقبول الحجة من الغير إذا كان الصواب معه. فهذا التدريب له فوائد، من ضمنها هذه الفائدة المتقدمة أن لا أعلم أو لا أدري سهلة على لسانه للمران الذي حصلته نفسه من الطريقة التي أشار لها الشيخ رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله حسب الموعد المعلن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.